لان مايروم ياخذ راحته في ال ابروتش ولا اي شيء لازم لازم يتهلا بيكافير على قص يعني يعني هز واي اوف ابروتش كيف يلعب الماتش يلعبها بنشوف الحين كيف جاكت ويروم يتعامل ويا كومي ناس ضد شلك يوجوالي هاي الاثنين المفروض يعرفون يلعبون ضد بعض ايه اثنين من اليابان بس ما ادري هم اثنين من طوكيو صح مو متاكد عنده جمب ما شي جمب ما شي جمب يقدر يسوي دبل دايت بي دبل اب بي اوكي بعده اوكي بس كان كفي حلوه نايس وايد حلوه من كومي عرف انه في احتمال يرجع بالدبل اب بي اللي كنت اقول لك انه مايدان يلعب ضد سورديز سورديز بيكا فاير دامتلز وهذا بعد بيصير غش بالمناده ماله اوكي ذبحته 60 اوف ستيج نير ما في جاب بلوك نايس تاك من كومي فور ثرو كومي اوف ستيج بنشوف كيف دخل ستيج بالجمب حاول سبيد فور دير اول ما رمي بالثاني اوه جاكت غلط من جاكت مستعيل وايد ويلا بلبي سوي ما سوى يويو ما في اللي ما يستحي يويو حق الهاوي سوي شو؟ اليويو عند الليج هاي اليويو داون داون سماش اوف سماش ما مات الحين شيلد مستحيل يموت شالك يوم حاط شيلد مستحيل كانت روح حلو ما سوى اوه حلوه حلوه تم يسوي بامل لين ما خاز الشيلد بعدين سوى الاب سماش سيدريد ابي اب تف شيلد من كومي فنش ابير واحد ما رام يكمل السترنج مال جاك فول ستوك ليد حق كومي الحين شيلد باستر فوتلت ما في تك ما رام يقرا الرول اوبشن ماله لازم شد حيله شوي جاكت الحين شوي عنده كنترول مع ان انتحر ثاني ستوك واول ستوك مات بسرعه بس نشوف انه بعده جالس يلعب كومينير اول ثاني ما رمي بالثالث اوكي جاكت سوى جيت اوف مي اوبشن نير مال ناس سوى الحركه الغش اي حركه توصل تو فريم هاي الفير فورودر ما شلك ما في؟ اوه حلوه قص عليه قص عليه هذا هو اللي بالضبط يحتاج يسويه خليها ايفن بستر كلا دامج نيوترال اير سماش شيلد سماش ما مات نايس دايركشن الاير دوج السماش بعده موجود المفروض تذبحه اوكي خلص السماش الحين الخطوره شويه قلت بستر دامج نايس فور نايس ابير الى جراب فورورد ثرو اوكي جمب جرال اير دوج نزل نايس ديلي باي جاكت اوكي باكير ويل بليست باكير من كومي عشان ياخذ الستوك ترى يا شفت لها حاط سبيد من نص الستيج يقدر يسوي لك الاتشتراب هي هي سبيد مو الاتشتراب بس يضرب كنت على الليج بسهولة حركة وايد غش هي وابي يزخون تو فريم الابي بعد؟ ابي تشل من تحت تجلع الارض بعدين تصير اوكي الهيد بوكس مالها ينزل تحت تزخ تو فريم وبعد شوف في حركة غش انه استخدم التم يو تشيل ويسوي رول يسوي ها جمب اي شيء انت تسوي رياكت ابي يزخ اي شيء اي حركه لابي انت بس تي وتشيل كان نشوف كومي على طول بدا بالسبيد شو كانت خطيره ما في بانش كان خايف من اير سلاش 2 حمله اجراف ثلاث داون ثرو بالبستر ما كمل الكومبو ما ادري داون سماش كان اوكي سوى كان في الشيلد سبيد الحين يحاول يجيب كومبوز نايس داون بي كم على الجراب اوكي روح حلو اذكر شوي شوي رد رد كفي بغى يسوي الريفرسال بالداونير شت نايس اير دوج بالغش تعال اوكي اوكي نايس نايس يا اصحاب Very nice option من كومي يعرف الماتش اب اكيد فوردير اول لو اوي اي شخصيه ثانيه تسوي كاونتر
كان انضرب باللبيه عقب. هي كان ضرب عقب صح، لان بالنسبه لبنتي مال شلك وايد. اوه ما يكفي الجامب اير سلاش خلاه يصير فوق وما يسوي سناب الليج. باستر باكس ربي موت اكيد. ذبحته هو باستر. رايزنج بيكا فاير قاعد تحاول يجيب بيكا فاير، يحاول يجيب اوبننج. نايس ابي اوت اوف شيلد بالبوستر، سوى تقريبا 25 دامج. نشوف جاكت حلوة. كل لعبة يحاول يسوي بيت ابيز ولا يجيب بيكا فاير في النيوترال. نايس ليه جاكت وايد عارف يسوي مكسب في الريكفري ماله. ضيع الجرب. باستر يبي يجيب دامج. نايس نيوتراليير اوت اوف شيلد من جاكت. شوف هالمرة مرة شوية ايفن. هي الجيم ايفن اكثر من الجيم الاول. يبا يجيب الفورورد دير جاكت وايد اخر كبري بعده. هي لان الناس يوم يضرب حد يستوي التراجكتوري ماله النص. فاذا انت اخر شيء خليت يضربك انت مو مستفيد لان خلاص اوريدي وصل. فاذا هو يبا يسوي الحركه لازم ينزل لين مكان البيك ثندر ويسويها عقب ما بيرجع. لا كفي. قرا الدايركشن الاير دوج ان وسوى الفانش باكر وخذ الستوك. ستوك ليد كبير حق كومي. نشوف اذا جاك بيروم يتعامل مع الشلك. نشوف في الكومنتري يقولون ان الماتش اب وايد خايس حق ناس. ناس نترالير حول على السبيد بسرعه يبغى يدخل عليه. ناس ما يروم يتعامل ويا السبيد بس عند الاوبشن السريع هو داون بي او النيوترال اير. اتوقع لو حتى سوى بيكي فاير شلك عنده بس شي فري رن اب ينقز فير. هي صح صح يروم يدخل عليه بسرعه. الشيء الوحيد اللي ممكن يقدر يسويه ضده خلاص نفس بيكي فاير. عاد الحين في شيلد. الشيلد مستحيل يسوي بس اوكي باك ثرو ما كمل شيء بس بعد بعد بوزيشننج حقك. باد سيناريو. عندي دبل جمب. لا لا ما عندي دبل جمب. 2-0 كومي. تتوقع جاكت يبدل لاعب ولا لا؟ ومنو عنده ميب رولر؟ شفنا يلعبه في الدبلز وعنده كازيا. اتوقع عنده كازيا. لا تي اللي عنده كازيا اوكي نيفر مايند. جاكت بس الوحيد يلعب نس. لا ما في كم نس. شوف اذا بيروم يغير شيء ولا لا. بالا تحط حطيت التو او اس تي حزين من مدر. The score is 2-0 for Kome. المفروض يسوي ابديت الحين. باكير يلعبون صراحة جاكت مسوي شغل يعني on paper the matchup is more sad than this. هي يعني الماتشب جدا صعب بس جاكت بعد يجلس يلعب هي 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 وايد شغل. ابي اوت اوف شيلد رينج الابي هو زين. يا بيكي فاير بس ما سوى بانش لانه كان شارد يوم سوى بيكي فاير. باكير فورورد دير بيكي فاير في نيوترال بعدهم يلعبون نيوترال. نايس نير. بغي يزخها سوى ريت صح بس ما سوى الاكسكيوشن مال الافير. جاك نايس الفرصه فوردير وايد حلوة. اوكي نايس جراند جمب. وايد حلوة كان يسوي لي داون تلت. تعرف ان كومي بيحاول يسوي جمب وزخاب بالاب اير وجتله. اول مرة فاسيت نشوف ليد حقك. نايس ريفرسال. نايس ريفرس داون بي في ثرو اوف كومي فورو ثرو اوف سيتويشن بس حاول جمب ودخل بكل سهوله. لازم يحمي ال نيفر مايند كومي وان. تشد ابديت سون. نيوترالير حاول يكمل الكومبو بس ما قدر. حاول باستر يبى دامج ما اعرف ليش. اوكي يلزم يلعبون نيوترال. نشوف كومي يلزم فرفر. نيوترالير وايد هو سوى ابي بس ما رام جاك كل حق يسوي بانش. نس مو بسريع. قدر يوصل اوكي. نايس. كومي نزل لين بلاس زون.
ويت ما سوى عين عين استمر من هناك الحين سووا ابديت 2-0 حق كومي باكر ليد سوليد ليد حق جاكت بنشوف اذا كومي بروم يرجع ولا لا نايس دراج داون بالفور دير سوى الجراب فور ثرو يشيل عنا سبيد شوي سوى شيل اتوقع انه جاكت كلمه نايس باك لانه في الباستر لان باك ثرو مات اوكي سوليد ليد حق جاكت لازم ما يستعجل باستر بسهولة يروم سوي 30% او 40% من 2 هيت كومبو سبيد بيحاول يدفع عليه شوف مقرر يسوي شيء هو في سبيد بليز مال جاكت شوف زخام من تحت من تحت اللج زخام سماش ابي ومات يعني ريلاتيفلي لو بيرسنت ما كان وايد عالي بس لان سماش الحين يسوي السبيسنج اوت بالباكير والنيوترال يرجع للهيت بوكس اللي وراه ايش يسوي؟ باكير ثالث جاكت مو قادر يسوي اي شيء باكير سبيسنج زين ابير واحد اولى ثانيه حاول شيل جاكت سوى 38% سماش اب تلت حاول جمب نعم بستر بس يلعب نيوترال نشوف ان جاكت يلعب بيشنت يحاول ما يدخل وايد لان يعرف ان الرينج عند كومي اوه نايس ده باكر قرا الجمب عقب من يوم يطلع ما ياب الابير اتوقع كانت تشتن بيك فلاش لا كانت وايد فوق كان يحاول يحصل اوه حلوه دقه 2-1 حق بيكي فلاش يحاول يحصل يدخل الايرلي ابي من الجمب بس في النهايه شوف جاكت رامي تعود على لعب كومي رام شوي يغير البلان ماله اتوقع هو المفروض يركز على الارتس وايد لان كل ارت يتغير الجيم بلان ماله من كومي فهو لازم يغير الجيم بلان ماله جاكت كان وايد مرتاح في سماش فيد الحين اذا بيسوي فرق ولا لا ستيج المايك الحين احسن اذا مايك بترنا شوف الحين وين كومي بيسوي الكاونتر بيك ماله جالسين يفكرون يبون يعرفون وين بيصير ما اعرف جاكت اتوقع يسوي بانش يسوي بان الستيجز اللي فيها تراي بلاتس اوكي بدأوا الجيم اوكي جيم 3 الماتش اب صعب على جاكت صعب على نس صار تراي بلاتس اوكي ما اعرف ليش انا كنت متوقع ان جاكت يحاول يسوي بان للتراي بلاتس بس يمكن هو يحب البلاتفورم كومي بدا بسبيد يا نيوترال اير واحد نايس بانش اب سماش شيلد بستر فول هوبس من كومي اب تلت حاول يزخبه فوق بس نايس يردد من جاكت سوى لاند ضيع بانش فلاش على سبيد انزل من نيوترال حلو نير اوت اوف شيلد من جاك بس سوى تك كومي فما قدر يحصل شيء ردوا الى نيوترال سيتويشن في كي فاير ما وراها بانش باكر حلو اول ثاني اوف ستيج اوف ما دخل اير سلاش رينجها وايد زين الهوريزونتال رينج مال اير سلاش اندر اللي بعد وتسوي سكوب بعد مثل ما انت قلت وايد عندك حركات غش بستر يحاول يسوي دامج لان جاك بعد على برسنتج نازل
ضربتين سوى له 30% دامج. اوكي خلص البستار، حول على جنب بسرعه. نيترالير ريد تريلر بينزل، سوى له ابتلت بس ما قدر يكمل باخير سبيد. نيترالير والدافي بوزيشنينج مو بحلو. تريلر ارتد سوى له بانش بنيترالير. الحين جاكت اوف سبيد وكومي عنده سماش. اوه سكندري ها ريجراب ابي نشوف شو بيستوي. الدليز من جاكت اسباك توازن اف دخاه، بس الدليز من جاكت في ريكفري وايد ياسون ثرو اوف التايمنج مال كومي. كومي مو بقدر يسوي الفانش بكي تندر، ما كملها بإير سلاش 2 سبيد. نشوف كيف بيحاول يدخل عليه نيكولير. حلوة ريكفري. شفت الحين جاكت بدا اوه حلوة نايس. جاكت بدا يسوي فانش حق ال شالك سبيد. سبيد سبيد بنادو اوكي بورودير. اهم شيء حق اهم شيء نفس المفروض يسوي باك ثرو. جاكت جالس يحاول يخلي كومي اوف سيت طول الوقت. بيكي فاير نايس زخاب الفوروردير. بيكي فاير لا كومي اوف ستيج رامي تحل الستيج بسهولة. باكير نيوترال لير 25% اكثر. احنا عند سماش فير فير شفت هالدليل اللي اقول لك عنه كل مرة قاك تسوي مكسب التايمينج ماله فكومي وايد صعب يسوي فانش. او نو سبيد جاك حول الى كومي حول الى شيل ضرب البيكي فاير كامله. تكفي ما تكفي ما شايف فلاش. او ضرب الابي نيوترال سيتويشن. كومي عنده بسر ضرب النيوترال اير حوالي بالابير ما قدر بس سوى له ابتلت على البلاتفورم. بيكي فاير او كان في ريد كان في ريد بس ما سوى اكسكيوت صح الابير ماله. سيل سبيد باك ثرو اتوقع باك ثرو بعد مره او قصدي باك اير. شفت شوف والله جاكت ريكفري هذه المره اللي انت انجبلتي خربت على هذا على كومي. او مات بالساور سبوت مال النيترال اير يوم تاخر باب دي ايتم. باك اير ودا اوف ستيج نسوي السكوب بالابي. اوه حلو اوكي خيرا. الحين كومي قدر يسوي ادابت على التايمينجز مال جاك وسوى له بانش بسماش داون اير اديته له. الجيم ايفن بس الليد عند كومي ان ترمز اوف جيمز 2-1. اتوقع يوم حول شيلد هل عمره كومبو فوت اكثر جالس ياكل دامج وايد. سبيد 90% 91. اوف اتوقع ان كومي وايد خاف. نيترالير اول ثاني ثالث اول سماش اوكي نايس دراج داون بالاب اير سوى جراب باك ثرو فلاش ما في فلاش يويو ايوه اي نف 2-2 نايس كل ست بنشوف الريفرس 3-0 ولا لا بنشوف. باتل فيلد مره ثانيه الست تو تو ما حد غير لاعب. اهم اشياء اللي سواها قلت ان مثل ما قلنا ان بدا يسوي بانش وقت السبيد اللي اخص وقت حق نس. شو بعد اتوقع انه حاول يلعب الديفنسيف واوفنسيف في نفس الوقت يعني يسوي سويتش اب الديفنس والاوفنس ماله وكومي ما يكون جاهز حقه بس نشوف انه نايس هول بيك فلاش عشان ما يرد. اوكي ما في احاول كذا الشيء اللي يخوف هالماتش اب ان نس اي يعني خصيصا تدخل على الايدج جارد وايد سهل على شلك تسوي له ايدج جارد. نس ريكفري ماله صح مو بوايد زين وشلك الريتش ماله بالمنادو. ما طلعت البيك فاير فستر نيترالير نشوف ان جاكت لازم يعتمد على الريدز عقب البي كي فاير ماله اذا يزخى على الجمب ولا يفريات احد. عيال ساعه دامج وايد جاكت سماش كومي عنده سماش عند الليد نفس السياقه اخذنا اوكي
بي كي فلاش رد مستيج اوكي وسوى الفوردير الحين سبيد فوردير اول ثاني اوكسيد فير اوه ضيع سكند هيت افير كفي ما يكفي لا جمب بستر شيلد بعد واحدة اوه بس شيلد يكفي شيلد بوهج كم وين نوزل اوه نو هاي الاشياء اللي اتكلم عنها جاكت نزل ما اعرف ليش ما اعرف شو كان الفلان بس بعدين انضرب وما سوى تك سوى الستيج فايت ومات داش تك ما تكفي كان الياية اوه اوكي اتوقع بقى لا فورورد لان عنده شيء very unfortunate اوه حلو الباكر حلوة اوكي الجيم تقريبا ايفن very slightly حق كومي يلعبون نيوترال مرة ثانية كومي عند السبيد بسر جاكت مو قادر يطلع من اللج نشوف انه نايس تايمينج بيك فاير كومي بلعب سنة وايد عنها اللج جاكت مو قادر يطلع من اللج وان مس بلاي ات اللج كوست هم بيرس سماش اي فورورد ما عنده جامب ما بيوصل اتوقع انه كان يجيب الابي الثانية بيك فاير بستر فول ستوك ليد حق لازم تشيل حيله جاكت جاكت المفروض ما يكون في سيتويشن انه برا على الستيج لانه يوم يطلع برا على الستيج نشوف ان كومي يحترم الرينج مال بي كي ثندر ويتم يسوي له سبيس عدل بالفورورديرز وكومي ما يروم يتحمل الستيج لو شو يسوي جاكتي ال صفر فور بي كي فايرز بستر جاكت لعبه الحين وايد حلو بي كي فاير كان يتوقع الدايركشن الاردن ما كفي اول جب على اخر ثانية كنت حسابه بعد اشيل بس بعده ما مات سبيد اتوقع يوم يشوف يوم جاك يشوف السبيد بس يحاول يلعب ديفنسيف باستر يحاول يجيب برسنتج بس باستر خطير لانه عادي يموت من اي باك ثرو او باك اير هالمرة جاكت اللي اخذ الستوك كامل ب 6% بس الجيم ديد ايفن اخر ستوك الحين متعادلين ايوه بسر انضرب نايس شيل دام تلت بس ما كمل على شيل ما جنبي اسمع حلوه حط على سماش خرب عليه الجمب خلاه ينقش فوق سبيد مو موجود نشوف كم يحاول يسوي سبيد الحين عند السبيد دخل عليه يا سفر في النيوترال ايرز في النيوترال نايس اير دج من جاكت سوى لاند باستر نيوتراليير اولى ثانيه نايس فوردير من جاكت ما رمي البي كي فاير كومي ما عنده اي منادي ار 30 جمب سماش اوكي قرا الاردود سوى له فوردير اوكي وعنده سماش قرا من البلاسه ها ما في جمب عنده ما في جمب عنده جمب في جمب في جمب اوه نايس اير دوج اوكي فيري نايس اير دوج حلو نشوف اذا كاك بروم يتخلى ستيج ولا لا بعد بريشر بيك فاير ما سوى اي فول اوف عقب البيك فاير حط اير عنده شيل يا ريال كانت عنده بسر انضرب ضربتين من الفور دير بس ما انضرب بالاخيره نيوترال اير ريا اي دايركشنال اندج داخل بس جاكت ما اعطى اي شيء سماش اي ابي بيسوي له سكوب اي شيء لا خلص سماش فورورد ساعدها في موقف وايد وايد لوع بالتشب ريفرسل اوه لا نايس جت اب اتاك ما اعرف كيف ما انضرب بالداون سماش مال كومي نايس نير اوت اوف شيلد من جاكت الحين كومي شيلد عنده شيء ما في تك ما في ريد رونج ريد جمب نزل له وايد ديب نايس تك نايس تك جاكت قادر يدخل الستيج ها بيك فاير فورورد اير
اتوقع جاكت يحاول يدور اي باك ثرو. وايد ضغط بين اثنين. كل حد في كل كرسي. اوكي. باك اير من كومي. اوه. لا انت كبل. لا. حلوه.